وأخيرا الدكتور الهواري والكذب الصريح. قال وهو يتكلم عني والأستاذ أبي بكر بأسمائنا، يقول إننا نؤصل لمسائل مشكلة، ويقول من هذه التأصيلات تأصيل لأنك لا صلة لك بمشايخ، هذا تأصيل خاطئ كبير جدا. أنا كنت أتناقش مع بعض الإخوان وقال لي يا أخي أخونا أبو بكر لا يقول أنا لا أقبل المشايخ أو أرفض المشايخ، طيب ماذا يقول؟ قال هو في الجامعة هكذا يحكي، جاءه شاب قال له يا أخي شيخ الإسلام ابن تيمية يمنع الصوفية، فقال له أنا ابن تيمية ليس في الدين، هذا الذي اعترف به، وهذا اعتذار من أنه لا يطعم لا يرفض المشايخ والعلماء. قلت له هذا نفس الإشكال، ابن تيمية لا 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 اعترف به ليس دليلا. ابتداء أقول ما قاله الأستاذ أبو بكر محمد أحمد لمن قال له شيخ الإسلام ابن تيمية يمدح الصوفية، فرد عليه الأستاذ أبو بكر ابن تيمية ليس حجة عندي، هذا لا إشكال فيه شرعا أبدا، لأن الحجة كما يعلم الجميع في الدليل من الكتاب والسنة، أما شيخ الإسلام فهو إمام وعالم من أئمة المنهج السلفي، لكنه ليس بمعصوم كما هو معلوم، ولما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة أن كلام العالم يستدل له ولا يستدل به. ولكن الشاهد من الكلام أن الدكتور الهواري لما حكى القصة بنفسه كما سمعت الآن قال أبو بكر قال ابن تيمية ليس حجة عندي، انتبه لهذه اللفظة، ابن تيمية ليس حجة عندي، هذا هو الكلام الذي قاله أبو بكر. وهذه الكلمة كما علمت أخي المستمع صحيحة شرعا ولا إشكال فيها أبدا. ثم لما انتهى الدكتور الهواري من عرضه للقصة غير حتى القصة التي حكاها قبل قليل بنفسه، فقال وهو يحكي القصة ويوهم الناس قال ابن تيمية لا أعترف به، يحكيها الدكتور بنفسه ويأتي ويوهم وكأن الأستاذ أبو بكر يقول ابن تيمية لا أعترف به، ليثبت الدكتور الهواري ما اتهمنا به زورا وبهتانا أننا نقول لا صلة لك بالمشايخ، هذا كذب واضح من الدكتور، والكذب من الكبائر يا دكتور، فاتق الله واعلم أنك ملاقيه وواقف بين يديه سبحانه وتعالى. كذب من نوع آخر وهو من نوع البتر والتلبيس على المسلمين. يقول الدكتور الهواري ثم هؤلاء الذين يقولون شيخنا الدليل، ثم هؤلاء الذين يقولون شيخنا الدليل، أنا قريت مطوي عنه واحدة من عناوينه كتب عنوان إنه الصغير يمكن أن يرد مع وجود الكبير، دي دعوة صح؟ الدليل سألت شيخنا العلامة فلان الفلاني ورد جدا، ما قلت دليل، قلت المشايخ كل ما دليل، استوى في دليل شنو؟ هذا هوى يا اخي بارك الله فيك، هذا كلام غير مستقيم على الاطلاق. وهذه المطوية التي يتكلم عنها الدكتور الهواري هي الآن بين يدي، وكلام الأستاذ أبو بكر فيها هذا هو نصه من المطوية التي زعم الدكتور الهواري أنه قرأها. يقول الأستاذ أبو بكر ويشرع لطالب العلم أن يرد على الخصوم بحضرة من هو أولى منه، ثم قال سألنا شيخنا عن هذه المسألة فقال إن الصحابة انتدبوا ابن عباس لمناظرة الخوارج مع وجود من هم أعلم وأولى منه وأكبر سنا، فأتى الأستاذ أبو بكر بفتوى الشيخ التي تضمنت وجود الدليل وهو أن الصحابة انتدبوا ابن عباس لمناظرة الخوارج مع وجود من هم أعلم وأولى منه وأكبر سنا كما هو مكتوب. أما الدكتور الهواري فقد بتر هذا الكلام وقرأه إلى هذا الحد الذي سمعته الآن وأسقط الدليل الذي أتى به الشيخ، فقرأ الدكتور الفتوى وقطع الدليل الذي كان في الفتوى. سبحانك هذا بهتان عظيم.